بسم الله الرحمن الرحيم. 25/3/2013 درعا بلدة اليدودة، أبطال الجيش الحر يقومون بإبادة حاجز اليدودة عن بكرة أبيه. الله محيي الجيش الحر، أبطال الجيش الحر يقومون بإبادة حاجز اليدودة. الله أكبر لله. الله محيي الجيش الحر. من ما تبقى من جنود الطاغي النغل بشار الأسد، وتم هروبهم كالجردان الى حاجز الضاحي، وباذن الله قادمون الى درعا فيما تبقى من بقايا في درعا، وهذه من اخر محروقات الكلب بشار الاسد. هذا ما تبقى من لديه. تم تحرير حاجز اليدوده بالكامل وحرق ما فيه من دبابات وسيارات، وتم تدمير كل هذا الشيء على اطفال الجيش الحر المعتز بالله، كتاب المعتز بالله بالكامل، وهربوا كالجردان إلى منطقة درعا، وبإذن الله سوف نذهب إليهم اليوم وغدا. سوف يتم تحرير حاجز الضاحية وقادمون إلى الضاحية في مدينة درعا. وهذا كل ما حصل في حاجز اليدودة على أبطال الجيش الحر، كتيبة اللواء معتز بالله. الله محيي أسركم. الله أكبر. وها هو ما تبقى من آثار حاجز اليدودة 25/3/2013 درعا بلدة اليدودة، وهنا كانوا يتمركزون عصابات الأسد، كانوا يحتلون المساكن والبيوت المدنية. هنا كان حجي، هذا المحل لك؟ لا بنقول اخر ما لقيناه فيه، ما شطال فيه وشي. وكان متمركزين هون عصابات الاسد؟ متمركزين هون. وهسه ابطال الجيش الحر الحمد لله رجعوا لكم اياه. الحمد لله، الله يسلمك. قذيت يا رب العالمين. قذيفي جاي هون. شو بتوجه رساله للجيش الحر اللي رجع لكم حقكم؟ شو بتقول للجيش الحر اللي رجع لكم حقكم ورجع لكم بيتكم ومحلاتكم؟ الله يعزهم. الله يقويهم. ثبت خطاهم. الله يقويهم. هنا كانت تتمركز عصابات الأسد، كانت تسطو على بيوت المدنيين العزل. هذا ما تبقى من بيوت عصابات الأسد.